سيدات وسادة، أهلا وسهلا بكم إلى نشرة أخبارية من قناة المكلا المحلية. البداية نستهلها بأبرز العناوين. مستشار مبعوث الأمم المتحدة باليمن يشيد بالمستوى الأمني بحضرموت. رئيس محكمة استئناف حضرموت يحث أعضاء الشعب المدنية على مضاعفة الجهود لتعويض المواطنين عن فترة الانقطاع. رئيس انتقال حضرموت يفتتح مشغل الغد للتفصيل والخياطة تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة. أهلا بكم بارك. نظمت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت مؤتمرا صحفيا بحضور عدد من وسائل الإعلام لاطلاع مستشار المبعوث الدولي للأمم المتحدة باليمن هندرو مارشل على الأوضاع السياسية والأمنية بالمحافظة. وخلال المؤتمر أوضح مستشار المبعوث الدولي أن الهدف من زيارته إلى المكلا الاطلاع عن كثب من السلطة المحلية بحضرموت لمعرفة الوضع السياسي والأمني بالمحافظة. وأشاد مارشل بالمستوى الأمني الرائع بحضرموت، الأمر الذي دفعه إلى زيارة المكلا. من جانبه ثمن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواء ركن فرج سالمين البحسني جهود مستشار المبعوث الأممي والاطلاع عن كثب الوضع السياسي والأمني بالمحافظة، مشيرا إلى أن المستشار سيلتقي القيادات السياسية والأمنية للاطلاع عن الخطط المستقبلية للمحافظة. ومن المتوقع أن يزور مارشل مدينة سيئون خلال الأيام القادمة. عقدت الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي اجتماعا استثنائيا لها برئاسة رئيس الجمعية اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك. وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الجنوبية والمتغيرات المتسارعة على الساحة الإقليمية ودور بعض وسائل الإعلام في نقل المعلومات بشكل مغلوط بهدف تحقيق انتصارات وهمية للطرف الآخر. وشدد اللواء بن مريك على ضرورة التوعية الإعلامية للمجتمع بقضاياه المصيرية وأهمية الحوار الجنوبي الذي دعا له المجلس. وفي سياق آخر، شهد رئيس الجمعية الوطنية بالمجلس الانتقالي الجنوبي اللواء ركن أحمد سعيد بن بريك حفلا فنيا وخطابيا نظمته اللجنة التحضيرية لجنوبيات للتسامح والتصالح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. وفي الحفل الذي حمل شعار معا نحو تلاحم المرأة الجنوبية من حوف المهرة حتى باب المندب، أشار اللواء بن بريك بأن النساء الجنوب يعيشن في ظل الحسرة والدموع التي تذرف من الشهداء الذين يسقطون من المؤامرات، مضيفا بوقوفهن جنبا لجنب مع الفدائيين الرجال أمام كل الأزمات، ومثلن التسامح والتصالح. هذا وقدمت في الحفل لوحة فنية تعبيرية عن التصالح، وعرض فيلم وثائقي حمل عنوان المرأة الجنوبية تاريخ مشرف المراحل الهامة التي مرت بها، بالإضافة إلى عدد من الأغاني والرقصات الشعبية والقصائد الشعرية. وفي حضرموت رأس وكيل الوزارة مدير تربية ساحلي حضرموت الأستاذ جمال عبدون الاجتماع الدوري الأول للجنة الإشرافية الفرعية للاختبارات بالمحافظة. وخلال الاجتماع أكد الوكيل عبدون على أن العملية التربوية والتعليمية بمديريات حضرموت الساحل قد شارفت على الاختتام النموذجي والاستنجاد للمقررات الدراسية لجميع المراحل الدراسية، مشيدا بالجهود التي بذلت منذ الحصة الدراسية الأولى للعام الدراسي الجاري. وناقش الاجتماع عددا من التقارير الخاصة بلجان الفحص الوثائق الاختبارية للمرحلتين الأساسية والثانوية، وكذا المقترح الأولي للبرنامج الزمني لسير اختبارات الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية. ترأس رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري بمكتبه بالمكلا الاجتماع الأول لأعضاء الشعبة المدنية بالمحكمة. وخلال الاجتماع حث القاضي الجفري أعضاء الشعبة المدنية على مضاعفة الجهود لتعويض المواطنين عن فترة انقطاع الشعبة التي استمرت لنحو 6 أشهر، مضيفا أن التحضيرات والتجهيزات تجري على قدم وساق لاستئناف العمل بالشعبة المدنية في مطلع الأسبوع المقبل، داعيا المواطنين على متابعة الشعبة للفصل في قضاياهم العالقة. من جانبهم عبر أعضاء الشعبة المدنية عن استعدادهم لاستئناف العمل والإسراع في حل قضايا المواطنين لتعويضهم عن فترة الانقطاع. تفقد مدير هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية فرع حضرموت المهندس صلاح بابحير المشاريع التعدينية بغرب المكلا.
واطلع المهندس بابحير على حجم الأعمال التي تمت لخام البوزلانة بمنطقة شوروا بمديرية رضوم بشبوة، وخام معدن الجبس بمنطقة ميفع ومنطقة جزول بحجر. كما اطلع المهندس بابحير على أعمال فريق المسح لإجراءات دراسات جزيئية مشروع جسر النوبة بمنطقة جزول بمديرية حجر. افتتح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت الدكتور محمد جعفر بن الشيخ أبو بكر مشغل الغد للتفصيل والخياطة تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة 8 مارس. وخلال الافتتاح الذي حضره أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان والمدير التعليمي الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الباقي الحوثري، استعرضت مديرة المشغل الأستاذة فائزة باني شرحا مفصلا عن أهداف المشغل الذي وفر فرص عمل لعدد من النساء ربات البيوت من ذوي الدخل المحدود، إضافة إلى مجالات المشغل واختصاصه في خياطة وتصميم الزي المدرسي للمدارس الخاصة والزي الرسمي للمؤسسات والشركات والمجمعات التجارية للقطاعين الخاص والمختلط. تم اليوم تدشين مشغل مؤسسة الغد للخياطة بمناسبة عيد المرأة 8 مارس، ويأتي هذا الإنجاز بمناسبة المرأة في عيدها العالمي لإيجاد فرص عمل للأسر المحتاجة. فمن هنا جاءت المشاهدة فكرة المشغل. طبعا المشغل ليس من أوليد اليوم، ولكن حصلت أمور تعثرت المشغل، منها أمور الحرب اللي كانت في المكلة عام 2015 أدى إلى عادة المشغل، وبدأنا الآن من خطوة جديدة من جديد، وعملنا عمل مؤسسي صحيح والحمد لله. عدد فرص الفرص العمل اللي توفرها المشغل هي عبارة عن 25 فرصة عمل. ناقش مدير عام مديرية مدينة المكلا العميد حسين الحامد مع مدير أمن المديرية العقيد عيسى العمودي سير العمل بإدارة المديرية والوضع الأمني داخل المديرية، واستعرض النقاش الوضع الأمني العام والعمل على تحسين مستواه وتنسيق العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية على مستوى أحياء مدينة المكلا. وأطاف العميد الحامد على أقسام إدارة الأمن بالمديرية وتعرفا على الجاهزية التامة للأفراد. وفي سياق آخر، ناقشت السلطة المحلية بمديرية مدينة المكلا مع ممثلي منظمة أنترسوس شؤون اللاجئين والنازحين بالمديرية وسبل التعاون المشتركة. وناقش اللقاء أبرز نشاطات المنظمة من دعم وتمكين اللاجئين والنازحين وتمثيلهم أمام القضاء وحماية حقوقهم عبر تقييم الأسر من خلال متطوعين بين الأسر. هذا وتستهدف المنظمة 60% من النازحين واللاجئين و40% من المجتمع المضيفة. وأبدت المنظمة رغبتها في تنظيم العمل الميداني مع السلطة المحلية بالمكلا. أقيمت اليوم بالمكلا ورشة عمل حول أعمال حقوق المرأة في الإعلام المحلي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس، والذي نظمته اللجنة الوطنية للمرأة بساحل حضرموت ومنصة صحافة السلامة. وهدفت الورشة إلى بحث آليات تمكين المرأة للحصول على الخدمات الإعلامية وتشجيع الحضور النسائي في المستويات القيادية العليا وفي وسائل الإعلام، بالإضافة إلى الاستفادة من أفكار وخبرات النساء في تصميم المحتوى الإعلامي، وكذا بذل الجهود لفتح آفاق أكبر لمشاركة النساء في الإعلام المحلي. وحرصت الورشة جميع وسائل الإعلام على تخصيص جزء من محتواها لشؤون المرأة. دشنت بمركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بالمكلا الحملة الطبية التطوعية 6 لقسطرة القلب للأطفال بدعم من مركز الملك سلمان ومشاركة نخبة من أطباء القلب بالسعودية. وفي التدشين أشاد رئيس الفريق الطبي دكتور عبد الرحمن المسند بما يقدمه مركز نبض الحياة من خدمات لكافة المرضى لتصل لكل مريض، وبما يسهم في التخفيف من أوجاعهم ومعاناتهم. من جانبه شكر مدير مركز نبض الحياة محمد باشعير مركز الملك سلمان على دعمهم المتواصل لمرضى القلب من مختلف محافظات الجمهورية. ناشد أهالي مديرية حجر الجهات المعنية في منظمة الفاو بضرورة نزول فريق طبي بيطري لفحص الأغنام التي وزعتها المنظمة في عدد من مناطق المديرية.
وقال مواطنون في مناشدتهم أن الكثير من الأغنام التي وزعت على الأسر ظهرت بها أعراض مرضية أدت إلى وفاتها مباشرة عقب توزيعها، مشيرين إلى أن بعض الأسر لم تستفيد من المشروع نظرا لوفاة الأغنام التي وزعت إليهم من قبل منظمة الفاو. وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة نزول فريق بيطري لفحص الأغنام والتأكد من سلامتها الصحية. تتواصل بهيئة مستشفى سيئون العام سير الأعمال في المشاريع الصحية الممولة من السلطة المحلية بالمحافظة، حيث تتواصل سير أعمال إنشاء قواعد مشروع المبنى الأكاديمي ومشروع بناء المختمر المركزي وبنك الدم المكون من 3 طوابق وتنفيذ أعمال التشطيبات النهائية في المبنى ومشروع قسم ترقيد النساء بهيئة مستشفى سيئون، والذي يجري حاليا بناء القواعد الخرسانية للمشروع. وفي سياق آخر، دشن بمستشفى سيئون العام الحملة الطبية التطوعية الثانية لجراحة المسالك البولية والحملة التطوعية الأولى في جراحة العامة للأطفال التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأوضح رئيس الحملة استشاري جراحة الأطفال الدكتور عبد الوهاب الجبابة بأن الحملة التي تستمر على مدى أسبوع كامل تهدف إلى إجراء 65 عملية جراحية لإصلاح التشوهات الخلقية في الجهاز البولي والتناسلي للأطفال، لافتا بأن المركز سينفذ قرابة 23 حملة طبية في تخصصات نوعية مختلفة. أصدر فرع شركة النفط بوادي وصحرائي حظر موت تعميما لمسؤولي محطات الشركة ووكلاء المحطات بشأن تعديل سعر مادة الديزل، وقضاء التعميم بتعديل سعر مادة الديزل ب 340 ريال للتر الواحد ابتداء من اليوم بدلا من 350 للتر. ويأتي التعميم بناء على مذكرة فرع شركة النفط بالساحل بشأن تعديل سعر مادة الديزل. والآن مشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم إلى أبرز عناوين الصحف المحلية والعربية. مستشار مبعوث الأمم المتحدة باليمن يشيد بالمستوى الأمني بحضرموت. رئيس محكمة استئناف حضرموت يحث أعضاء الشعب المدنية على مضاعفة الجهود لتعويض المواطنين عن فترة الانقطاع. رئيس انتقال حضرموت يفتتح مشغل الغد للتفصيل والخياطة تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة. سيدات والسادة، قدمنا لحضراتكم هذه النشرة الإخبارية المفصلة من قناة المكلة المحلية. ولمشاهدة نشراتنا الإخبارية يرجى زيارة موقع القناة على اليوتيوب وفيسبوك المكلة تيفي. إلى اللقاء.